تناول عدد من خطباء المساجد اليوم في خطب الجمعة في مملكة البحرين حملة قل خيرا التي تنظمها وزارة شؤون الإعلام، حيث أشاد أصحاب الفضيلة الخطباء بأهمية القول الحسن وضرورة المحافظة على مكانته في المجتمع البحريني المتماسك، مشيدين في الوقت ذاته بالحملة النوعية المتميزة. قل خيرا أو اسكت عباد الله، الكلمة الطيبة جواز سفر إلى القلوب، يهش لها السمع وتسر بها النفس وينشرح لها القلب، فتبقي فيه أثرها الطيب وتنشر فيه أريجها الفواح، وتؤتي أكلها كل حين توثيق أواصر وتقوية روابط وتعزيز وشائج ونشر وئام ورضوان من الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. بكل لغات المبادئ الدينية والاجتماعية المستحسنة عند الجميع التي قد يجهلها البعض ليصعب عليهم فهمها، لابد وأن تعد الكلمة الطيبة في مصنع المتصالحين مع غيرهم قبل ذاتهم، حتى يعم الخير بأشكاله كافة. عندها يقوى خيط النسيج المجتمعي ويرتفع سياجه الصلب المنيع على أي نوايا خبيثة تستهدف أمنه واستقراره وحتى تماسكه. الكلمة الطيبة هي الألفاظ الحسنة التي تخرج من فم الإنسان ابتداءً أو جواباً، وتحمل معها الخير والنفع للناس، وتبتعد هذه الكلمة عن الفحش والبذاء والإضرار والإيذاء والشتم والاستهزاء. والكلمة الطيبة عباد الله ذكر لله وتسبيح وتهليل وتكبير وحمد ودعاء وشكر وقراءة قرآن وعلم نافع وأمر بمعروف ونهي عن منكر ونصيحة نافعة ودعوة إلى الله تعالى بالتي هي أحسن. عبر منصة خطبة الجمعة جاء التأكيد على ارتضاء فكرة قول الخير في إنسانية الشريعة المعتدلة، إذ لطالما استندت رسالة الإسلام على شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، فروع نشأت ونمت من غير عائق يعترضها لتصبح فارعة بطولها تكسوها أوراق من العقيدة السليمة المدعومة بأخلاق زاكية وأعمال صالحة يحيا بها المؤمن حياته الطيبة حتى يعمر بها عالمه الإنساني حق عمارته بالشكل الذي يتلائم مع سير النظام الكوني المعتاد الذي أدى إلى ظهور الإنسان بوجوده المفطور على الاعتقاد الحق والعمل الصالح. فإننا نشيد بالحملة المباركة التي تنظمها وزارة الإعلام، وزارة شؤون الإعلام، تحت شعار قل خيرا، لما لهذه الحملة المباركة من أهمية كبيرة في تحقيق مقاصد الكلمة الطيبة ونشر الحب في المجتمع والاستقرار فيه. فندعو الجميع للتعاون مع هذه المبادرة الطيبة والتواصي معها والتحلي فيما بيننا بالأخلاق الكريمة والآداب الإسلامية التي ندمنا إليها كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجزي القائمين عليها خير الجزاء. الكلمة الطيبة تملكك أنت الإنسان، لما يكون عندك كلمة طيبة تقطع. يا أخي الإنسان يعني الله حطنا العقل، والله حطنا في الدنيا ذي هذه كلها عشان التسامح والعيشة ونعيش. والله قال وجعلناكم شعوبا وقابلة لتعارفوا، فإحنا نجي هني مو لتعادوا. والله لازم يعني الشخص لازم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومثل ما في الخطبة قالوا مثلا إذا واحد مثلا سبك شيء، قال كلام عنف شيء، بالأقل تقول له الكلمة الطيبة، تقول له الله يسامحك. في مختصر الحياة لا تؤذي أحدا،
ولا تتمادى قيد أمولة بقول سلبي قد يطلقه لسانك ليصبح بمثابة الرصاصة المحشوة بالضغينة والتنمر، والتي لن تحمل الرحمة في إحداث الأثر النفسي والجسدي في عقله قبل قلبه، لتردي إقدامه نحو سلام عيشه قتيلا. قل خيرا وانتظر جميل العائد من ذلك، واضمر خيرا لغيرك واصنع المعروف في محيطهم، وتوجه إليهم بجواز سفر سريرة نقية معطاءة فيها طيب المعشر، حتى تنعم بدنياك وتنال الرضا من خالقك في آخرتك الباقية يوم تلقاه. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.